تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي تحذر للدخول في إضراب مفتوح بعد أسبوعين. أساتذة التعليم الابتدائي قرروا مقاطعة اختبارات الفصل الثاني بعد صمت وزارة التربية الوطنية حيال مطالبهم المرفوعة منذ أشهر. وإضراب مفتوح بإذن الله أو شبه مفتوح سيكون دوري، معناها بدل ما أنه يكون إضراب لأجل الإضراب سيكون إضراب محدد بأهداف بإذن الله من مارس مع مقاطعة اختبارات الفصل الثاني نهائيا جملة وتفصيلا. ومن المنتظر أن يتواصل احتجاج الأساتذة الأشهر المقبلة بمقاطعة امتحانات شهادة السانكيام. الخطوات اللي كنا ما يخفاش عليكم أن مؤخرا الأمور تكاد تنزلق باعتبار أن هنالك بعض الولايات اللي فيها منسقين وأساتذتنا فيه ولاية غلقوا فيها المدرسة على المنسق وطالبوا بما يدرش، وفيه ولاية اللي في العاصمة الأستاذ بشير خيواتي أيضا تابعته مديرة بمتابعة قضائية مع أن حرية التعبير يقولها الدستور، وهذه الأمور ما تبشر بالخير جعلتنا نصعد. ونحن الآن والأساتذة عبر ربوع الوطن يتجهزون ب 17 فبراير لمسيرة الكرامة، مسيرة وطنية بإذن الله. 17 فبراير رمزية التاريخ مع يوم الشهيد. خمسة أشهر منذ انطلاق إضراب أساتذة التعليم الابتدائي دون التوصل لحلول مع الوصاية دفع المعلمين إلى التصعيد مجبرين لا مخيرين لافتكاك مطالبهم.